متزحف عليه. أنا يا مختار عندي حليمات بدهم يأكلوا، وعندي بنت مريضة بالهواء الأصفر، ومن شان هيك صار لي شهر ما فتحت دكانتي وما فاتت على جيبتي ولا مارة. كل يوم بهالليل بطلع على الحارة وبلم الخضرة البيتي من قدام دكانة الخضري، والعظام من قدام دكانة أفخري، وباخدهم لحربتي مشان تطبخهم وطعميهم لهالحريمات. أبو محمد الله يلعن الشيطان، أخي أنا ظلمتك مشان الله سامحني. يا باطل، حالة عياش في ناس تاكل من الزبالة. بس انت غلطت يا ابو محمد، كان لازم تجي لعندي وتحكي لي عن وضعك. ما بقدر يا مختار، والله صعبة، صعبة كتير. أنا بحياتي ما كسرت نفسي لحدا. لا يا أبو محمد، عمك أبو وضاح مثل أخوك الكبير، طول عمره ساتر الحارة بعد رب العالمين. سيخ خالي، اوعى تقول لا. لا بترجاك يا مختار. أبو محمد اعتبرون أرضى، وبس تفتح دكانتك والله يعافي لك بنتك وترجع لي اياه. عمي خذوا خذوا، ما في شيء، مثل ما قال لك ابو وطاح، ارضى وفا. كتر خيرك يا مختار. خير الله يا ابني، وخصيمك الله بس بتحتاج شيء وما بتشيل عندي. كتر خيرك، اسمح لي لحظه ابو محمد، تاخذ الاغراض معك خلي الحريمات ياكلوا. لا والله يا مختار، انا هدول اخذتهم لانهم دين، بس هدول ما بقدر. ابو محمد تاخذهم. ما اجى ابي يامو؟ لا يامو ما اجى. يامو شكرية جوا عم تبكي. ليش لك يا مو؟ جوعانة يا مو. يا رب يا رب بحسنة هالحريمات تفرجها علينا يا رب. الحمد لله على كل حال. انت يا مو تقبريني، مانك جوعانة؟ مو كتير. تقبري عظامي ان شاء الله. إليك من مبارح بلا أكل، بتقولي مو كتير. إجا أبوك إن شاء الله يكون جايب معه شي يتاكل. أهلين ابن عمي. الله يسلم هالإيدين، الله يسلم هالإيدين يا ابن عمي. ابن عمي ما قلت لي شو بدي لك؟ لمين أعطيت أغراض المونه؟ لصاحبين النصيب، ويرضى عليك لا تسألين عن هيك شغلات مرة تانية. هذا الكيس فيه بلغة، هاي الطاسة شو فيها، وهي قاورمة يا بنات، وهي جبنة، وهي كيس الخبز. روح إلهي يعمر بيتك يا أبو وضاح ويكتر خيرك. يا بنات اليوم رح تتعشوا أمي، اليوم رح تعبوا بطنكم. إلهي إلهي يرزقه للي رزقنا يا رب. آمين يا رب. ليك يا بديعة، يكون بعلمك هدول دين برقبتي، وبكرة بس الله يفرجها لازم ردون. وكمان المختار في إله برقبتي 3 ليرات ذهب، الدنيا فيها موت وحياة يا بنت الحلال. هدول لازم يرجعوا للمختار، إن كنت عايش وإن كنت ميت. بعيد الشر عن قلبك، بس يا حسرة من أين نجيب 3 ليرات ذهب؟ بيفرجها الله، بيفرجها الله. الأيام جاية، ولا ما يظهر الحق
وقت لك الحادث حديث. أنو حق ابن عمي؟ لا ولا شي ولا شي، بس أنا في لي حق عن جماعة وإلا ما أخده. أخ أخ منك، لإمتى بدك تضل تخبي عني؟ لحتى يقول الأوان لأم طعمي هالطفلة. يلا يا عمو تعالوا تعشوا، تعالوا مسكي مسكي. فريدة خانم نايمة؟ أم تحسين؟ قومي. لك شو هالريحة؟ الله لا يوفقك عاملتيها كمان؟ ولك ما بدك تبطلي هالعادة؟ ديبي خانم والله ما حسيت على حالي. ما حسيتي على حالك؟ إذا بدك بحلف لك. لك بدك تحلفي وإنتي بهالحالة؟ بس تغسلي لي بحلف لك. خلص خلص صدقتك. يعني ما رح تضربيني؟ لا ما رح أضربك. بديعة لك يا بديعة. ايه ابن عمي جاية جاية. شو ابن عمي دلال فيها شي؟ لا ما فيها شي، لسات على حالها. لكن ليش ناديتني؟ خدي الدابة بيعيها وشوفي شو بدك تجيبي اغراض للبيت، فواكه خضره لحمه، وشوفي البنات شو لازم اواعي وجيبي لهم. لا ابن عمي هي ضبه، انت اللي جبتهم امبارح بكفونا هلا. لا بتبيعيها وبتعملي مثل ما عم اقول لك. روح الهي يفرجها عليك ويرزقك بحسنتها يا رب. وجيبي لك شي رطلين بطاطا بلكي مسلق لها اياهم لدلال وبتاكل. ماشي ابن عمي ماشي. يلا قومي جلسي، قومي اشربي هالكاسة. شو ها؟ هذا دواء وصف لك يا الحكيم. قومي. مشان شو؟ مشان شو يعني؟ مشان تبطلي تعمليها. يعني بفيد؟ مجرب. اشربي اشربي واشلحي لي اواعيكي مشان اغسل لك ياهم. يكتر خيرك يا ديبي خانم، الله يكتر خيرك. نحن الحق علينا يا ودهم، كان لازم نبعث الحريم يعملوا زيارات ويشوفوا الناس بالحارة كيف عايشة. والله الحق معك يا ابو الله، شلون فاتتنا هي؟ لأنه مثل أبو محمد في متايل يا ودها، ناس عايشة بالقلة بس نفسها عزيزة وما بتمد إيدها لحدا، وهدول اللي الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا فيهم. عليه الصلاة والسلام. يعني هدول يا أبو أدهم اللي بيستاهلوا إنه نحن نساعدهم. والله معك حق يا أبو وضاح، صدقني مبارح حسيت إنه في سكاكين بقلبي عم تقطع فيه
من وراء المسكين. أبو أدهم ما بدي وصيك، اللي صار ما بدي حدا يدري فيه، وأنا أبو محمد رح خصص له كل شهر من جيبتي مبلغ على بني إنه دين، وما رح أخده من صندوق العضوات لأنه ساعتها رح يدروا، وبخاف يوصلوا خبر إنه هن دريوا يقوم ما يرضى ياخد. طول عمرك كبير أبو وضاح، قول وفعل. الله يجزيك الخير ويزيدك من نعيمه ويديمك لهالحارة ولكل أهل الحارة. الله يعزك يا أبو أدهم، الله يعزك. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلين أهلين. بالله يا أخي بدي أسألك سؤال إذا ما في سؤالين. تفضل عمي. مو هاد خان المعلم نصري؟ إيه مزبوط، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الله محييك، مين حضرتك بلا صغرة؟ والله نحن من ديرة المرج. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، شو مطلوب عمي؟ والله نحن مبعوتين لعند المعلم نصري، بدنا نقعدنا شي يومين ثلاثة بالخان. مين بعدكم؟ بعدنا ابن عمي، لانه صحبه هو المعلم نصري، الروح بالروح، ومين ما اجى على الشام من عندنا من البلد بيبعثوا لعند المعلم نصري. بقى وين المعلم نصري؟ بقدر شوفه؟ موجود هون بالخان. والله انا ما بعرفه، ممكن زكاتك نادينا عليه. ايه مو على راسي، تكرم عينك يا يا معلم نصري. ايه عديد، ايه شرف عمي شرف. ايش عمي جاي؟ خير شوفي شو قصه ليكو؟ هذا المعلم نصري بشحمه ولحمه، الشاب جاي من ديرة المرج مبعوث لعندك خاص نص. أهلين أبو ضاي. أهلين معلم نصري. أهلين برجان. أهلين معلم نصري. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين برجان. أهلين والله. يا مو الله يرضى عليك، هلا بدي اقلب الباب تفتح لي خاتي تسألي لي إياها إيش كان جوزها جوا. أنا ماني فايت، إيش كان مو جوا؟ فوت سلم عليها. يو ليش تقبرني؟ فوت سلم عليك، رمال خالتك. بعدين والله الرجال بحبك وكان يحبك، ويكون الله يرحمه كتير.